هذا شامبوان و 10 ميلير ديالو اللي معروفين في لي بارا فارماسي كيديروا بجوج 200 درهم اليوم غيبقى لك بجوج ب 49 درهم. وشوفي ليا لا ماركه لالا ومولاتي من 55 درهم لجوج اليوم غيوليك اربعه ب 39 درهم. اربعه 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 بغينا نتهلاو فيهم اليوم غنعطيهم هذا الجيل مع هذا ب 49 49 بحال دابا عطيتيهم هذا ب 40 درهم وهذه ب 9 درهم. 9 درهم الثمن ديالها اللي هو 69 درهم. 69 درهم هو مولاتي شري من عندي جوج نعطيك الثالثه فابور سيدي 1600 درهم 32000 ريال. من 32000 ريال اليوم تبقى لك ما فيهاش هي كونتيتي كبيره يعني الحدقات اللي غادي يجوا يلقاوها كتبقى ب 900 درهم 18000 ريال. ها انت الحدقه. السلام عليكم حبابنا، مرحبا بكم والف مرحبا. فيديو جديد بعد المحل اللي حطينا لكم فيديو ديالو اصلا واحد 15 يوم هادي، لكن عاودنا جبنا لكم فيديو اخر فيه لانه نظرا يعني الناس اللي جاوا بزاف لهذا المحل والناس اللي استفدوا والناس اللي طلبونا على العرض ديالو وحتموا المحل قال لك اجل نوجد لك واحد البروموسيون خطيره، وفعلا جيت ولقيت بروموسيون خطيره. اوكي عقلتوا على الشامبوان اللي كنا درنا اللي هو هذا شامبوان و 10 ميلر ديالو اللي دابا في السوق كيدير 100 درهم لكل قرعه في لي بارا فارماسي اليوم بجوجهم ب 49 درهم. دار خبله في هذا المحل كانت فيه 100 قرعه طارت في نهارها هو عاود جابو لكم وجاب لكم واحد العرض هائل. هذا شامبوان و 10 ميلر ديالو معروفين هادو بجوج كتاخذهم ب 55 درهم، لكن بدل ما 55 درهم غتاخذوهم اليوم بجوجهم ب 39 درهم بلاتي ماشي جوج كيزيدك جوج اخرين فابور يعني اربعه ب 39. شامبوان و 10 ميلر شامبوان و 10 ميلر. دابا نرجعوا للديتاي كاينه كذلك واحد الهمزه اخرى وكاين الكبير ديالو غنرجعوا ليه. هاد الشكيكيرات معروفين كيديروا 50 درهم 60 درهم ياك وغتزادك هاد العيطر غتاخذها ب 49 وتزادك هاد العيطر. هاد العيطر اصلا اختي كيدير 40 درهم يعني بحال خديتي هاد الشكاره ب 9 درهم عيطر وشكاره ب 49. والدراري درنا لكم شكاره وجيل ديال الشعر ماركه معروفه غنرجعوا ليها حتى هي نوريوها لكم. المشطات حتى هي درت خبله في الفيديو اللي فات ها هي رجعت لكم وجا فيها لا كونتيتي كبيره معروفه هذه ب 150 درهم 160 اليوم بقات لك ب 69 درهم. كاينه الكبيره ديالها الروليت دابا نرجعوا ليها اللي ناقصه لكم فيها 100 درهم. لالا ومولاتي المحل اخرى شري من عندنا جوج وخذي الثالثه فابور جوج والثالثه فابور. العروسه الله يكمل عليك والله ييسر لك كتحتاجي طبيعه الحال شي حاجه بريستيج في الباليزات ديال تركيا خمسه لي بياس ثلاثه الباليزات وجوج سامسونيت معروفه هذه تدير 32000 ريال 1600 درهم اليوم غتبقى لك اسمعي مزيان ب 18000 ريال من 32000 ريال ل 18 صافي تقريبا نص بالنص. والباليزات الاخرين حتى هما غيبقاو لكم باليزات غيبقى لكم ب 139 ديك ديال 200 درهم تبقى لك 139. دابا هذه اللمحه وغنعطيكم دابا النعت ديال اللمحه. بالنسبه للعنوان العنوان واضح وباين ها هو البوست ديال البوليس ها هي اللي في الدوديات ديور المساكين. هذا المحل جا انفاس مع عصير الدوديات وهذه الطواله كتجي من الشارع ديال التقدم راه معروف باين واضح اللي قلتيها ديور المساكين البوست البوليس يقول لك ها هي ها هو المحل اش ام شوب. ودابا غادي نشوفوا من المحل ونشوفوا لي ديتاي ديال هاد الميزات ومرحبا بكم وبارطاجيو معنا هاد لا فيديو لانه الهمزه ديال اليوم راه واعره 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 بزاف. وهو خونا حميد السلام عليكم مرحبا بالزبناء الكرام كلشي بخير مرحبا بكم في المحل اش ام شوب مرة اخرى الله يحفظك مع تخفيضات مناسبه. نعم بارك عليا الله قلت لي رجع رجع جي جي ما تجي يا ودي غا صوره كيضغط شويه الفيديو قال لك والو راه جبت واحد الهمزه ديال بصح وبصح جيت ولقيت همزه ديال بصح اللي قلنا لكم عليها انك كتاخذ 10 ميلور وشامبوان. خويا حميد قلت لي نورمالمون الاصل ديال هادو الثمن ديالهم بجوج يا تاخذهم شحال هادو 60 درهم ما بين قلتي 55 60 درهم اليوم معروف السي معاذ راه شوارزكوف والناس كيعرفين نعم ها هما الناس اللي غيقربوا معروف ديال شوارزكوف صناعه المانيه نعم هاد الجوج نورمالمون كيما بين 55 60 اليوم غيبقاو لكم عند خي حميد 39 درهم ولكن المفاجاه هي ان كنعطيك معاهم شامبوان اخر و 10 ميلور اخر غراتويت جوج اخرين من 55 درهم الجوج اليوم غيوليك اربعه ب 39 درهم اربعه اربعه اربعه
جوج ديال لي شامبوان وجوج ديال لي ديميلر غيبقى لك كلشي ب 39 درهم بحال بقات تقريبا شي 9 درهم القرعه اللي ما عمرها كانت اصلا. هذا عرض حصري واعر في المغرب كامل وكاين الكبير ديالو خي حامد، كاين الحجم الكبير ديالو حتى هو. نعم زيد تبارك الله حتى هو حجم عائلي. نعم نورمالمون كيديروا 80 درهم هما الجوج، اليوم كنخليهم لكم بجوج ب 39 درهم. يلا هذا الحجم الكبير، هذا الحجم الكبير جوج ب 39 درهم. وكاين لا كونتيتي. نعم كاين كونتيتي كاين المسائل. سي معاد تما قلتي لي عيطتي لي قلتي الكليان جاو ما لقاوش ما لقاوش. اييه اخويا معاد حتى النهار الثالث والرابع ما الناس ديال النهار الاول والثاني راه لقاو كانت موجه، ولكن ما نسيناش الكليان وجبنا لهم ثاني الشامبو اللي دار دجه كبيره هذيك المره. نعم ماتور بوكس معروف ها هو، قلبوا عليه في الانترنت باش تعرفوا وتعرفوا الثمن ديالو اللي خويا. مسألة أخرى أختي موعد، كاين الناس اللي كيقول لك هذا الشيء واقيلا مقادي ليه لاضات ولا قلب لاضات ولا كل شيء مكتوب قلب لاضات. هنا كاين لاضات حتى حاجة ما نعم وجي هزي قلبي لاضات عاد شري ويا لقيتي لاضات سالات كتبي لي في الكومنتر قولي فوجو ما فيها باس صافي. نعم وهادو راه جبنا لك الكونتيتي هاد المره. نعم باش ما نعاودش نطيحو في نفس المشكل. نفس المشكل وبغينا نقولوا الزبالة عافاك اللي جا حيت كنا وقعنا في مشكل اللي جا كيدير خمسة ستة أربعة فهمتيني. نعم لأن الثمن هوتا هوتا هاد المرة كل كلينا غادير شامبوان وديميلور صافي كل وحدة جوج قراعي. ومرحبا الثمن اللي كيدير اصاف دابا في الفارمسي 100 درهم كل قرعه. 100 درهم السي معاد اليوم الديميلور ديالو كيدير 100 درهم هي 200 درهم وبدلنا مجهود كبير باش نوفروا واحد ما تعرفش معاد شحال ديال التليفونات والتليفونات وهذه باش توجد هذه الكميه الكبيره. نعم واعتذار وزعما نديروا بحساب الكليان اللي جاو مشاو جاو مسكين وما لقاش راه خلينا نفس الثمن 49 درهم بجوج. هذا شامبوان وديميلر ديالو اللي معروفين في لي بارافارماسي كيديروا بجوج 200 درهم اليوم غيبقى لك بجوج ب 49 درهم. وشوفي ليا لا ماركة لالا ومولاتي. وندوزو معاكم لحاجة أخرى بالنسبة لي شامبوان ديميلر راه كاين شكل كثار عندك السي حميد ماشي غير هادو كاين أنواع وشكل اللي بغيتو تجيو إن شاء الله وتكتشفوا. ولكن دابا غادي ندوزو لهاد الميزة الأخرى اللي وجدتي ليا اللي عجباتني كاينة ديال الدراري وبنيات درتي الخطر لكلشي. كلشي هاد الشكيكرات نورمالمون اخي حميد شحال كيديروا في السوق؟ هادو 70 درهم. 70 درهم اليوم غادي يبقاو يبقاو ب 49 درهم. 49 درهم المفاجاه اننا ما يمكنش نعطيو شي حاجه لبلاد الكليان غير هكاك الزبون. نعم. ضروري نعطيو شي حاجه اللي كتكون مفاجاه. كنتي دريه كليانه غنعطيوك مع عطر هكا يبقى من الاختيار ديالك، ولا كتاخذي واحد جوج ديال إلا كان عندك ريحة مثلا. إلا عندك ريحة. نعم. وما بغيتيهاش كتاخذي جوج ديال الكريمات واقي الشمس بالماركة اللي كتستعملي أنتيا كطلبيها ونعطيوها لك. نعم. إذا كي سمعتوا دابا باش نزيد نعاود نشرح لكم. جيتي أختي غتاخذي هاد الشكيكيرة أرادك العطر السي حميد. بسم الله. ها أنتوما كتاخذي شكيكيرة 49 درهم وكتعطاك معها هاد العطر فابور. أولا ما بغيتيش عطر كتاخذي معها هادو. ديال هذا سميتو ديال اكرون ديال اكرون اكرون سوري. نعم واقي من الشمس او لا كنتي دري كيعطيك اخويا هاد الشكيكيره هادي وكتعطيك معها هاد الجيل ديال الشعر اللي معروف حتى هو ماركه عالميه. قرب هنا شوف لي السميه اللي معروف هذا اللي شحال الثمن ديالو. هذا السي معاد تحدى الناس وغادي يمشيو ويقلبوا هما عارفين الدراري. نعم. كلشي لان هذه ديال التايه ديال لا مارك شوارزكوف طافت معروفه. نعم دير في غون سيرفون 40 درهم. نعم حنا الدراري ما عطيناهمش شي حاجه ديك المره ما حتى شي حاجه. نعم بغينا نتهلاو فيهم اليوم غنعطيهم هذا الجيل مع هذا ب 49 49 بحال دابا عطيتيهم هذا ب 40 درهم وهذه ب 9 درهم 9 درهم انتوما كتاخذ هذه ب 40 درهم وكتعطاك الشكاره ب 9 درهم. اي 9 درهم انتوما بجوج ب 49 درهم تبارك الله كيما يتفاد المحرات. شوف الله يجزيكم بخير كاميرا ما نحاول عافاك مره انك تاخذ لي بلون هنا صور للناس. راه كاين بزاف ديال المنتوجات بزاف ديال 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 المواد ديال التجميل. اي حاجه عجبتك سكانيها وخذي التصويره ديالها وصيفطي لنا في الرقم اللي كاين هنايا لتحت وراه غادي نوجدوها لك اولا تجيو تكتشفي الثمن ديالها. مرحبا بك والف مرحبا ومرحبا بالناس ديال مراكش كاملون نواحي مراكش. وكاينه واحد الهمزه اخرى زوينه اللي هي هادي اللي دارت حتى هي ضجر المره اللي فاتت. قال الحاجه اللي دارت روينه المره اللي فاتت عاودتي جبتيها لهم اخي حامد اللي جا ما لقاش. نعم هذا المشطاد اللي اصل الثمن ديالها
شحال كدير 150 درهم 150 درهم انا مش الاثمنه انت عارف الظروف الاقتصاديه نعم الله يكون في العون وكل شيء نعم. ولكن بغينا نخليوها بنفس الاثمنه الثمن ديالها اللي هو 69 درهم 69 درهم هو اللي درتي ليها في الفيديو اللي فات حميد حاول يجيب لكم الحاجه اللي كنتو جيتو وكان عليها النفاد وسالت عاود جددها لكم ها هي وماشي غير نوع المشطه اللي كاين موديل اخر كاين الوان ستيب اللي معروفه سوشوار او مشطه او ميم طون كتطلق البخار الوان ستيب معروفه هذه السي معاد هذه كتطلق البخار اخويا كتطلق زعما بحال السوشوار ديال السوشوار نعم هي. نعم كتطلق تطلق سخونيه ها هي فوالا هذه بحال السوشوار روليت صناعة ألمانية يقول شو واحد عطيتيني شي حاجة ماشي هيك دوزيام هادي هاهي باش كتعرف 1200 واط نعم حاجة مزيانة هاهي ماد ان جيرماني هادي نورمالمون السيموعات كنبيعوها 250 درهم في الظروف العادية 240 درهم اليوم درنا 240 240 250 دابا درنا لها ثمن خيالي جدا اللي هو 139 درهم 139 درهم هانتوما مشطة ديال المانيا 1200 واط اللي مشطه وشوشوار في نفس الوقت كاليتي مزيانه اللي كانت نورمالمون الثمن تاعها 150 140 250 240 اليوم غتبقى لكم فقط 139 درهم بحال ناقص لكم فيها 100 درهم وكاين موديلات اخرين ديال المشاطي موديلات اخرين ديال البريسات الشكل والنوع تجيو تكتشفهم اولا الا كتعرفي شي سميه وبغيتي تسولي عليها الاخ حميد النمره التليفون لتحت الشوشوارات حتى هما كاين بالشكل والنوع واغلبيه ديال لي كوافورات هنا في مراكش راه كيتقدم عند الاخ حميد معروف علاش؟ حيت كيدير ثمن زوين وكيدير كاليتي وحنا كنعرفوا الصالون كيبغيو يخدموا بشي حاجه اللي هي كاليتي. ندوزو معاكم لحاجه اخرى اللي هي زوينه اللي هما هاد لي سامسونيت هادو اللي داير فيهم الاخ حميد واحد الثمن اللي هو هائل جدا لالا مولاتي هاد لي سامسونيت خي حميد وجد لكم فيهم الالوان والشكل. متعدده اللي فيهم 3 بيس وتيقول لك حميد لالا مولاتي شري من عندي جوج نعطيك الثالثه فابور سيدي حميد نعم سيدي الثمن ديال هذا الخير هذا شحال؟ هذه نورمالمون كدير 100 درهم 100 درهم لا موين كدير 90 درهم 90 درهم هذه الثالثه كنبيعوها ب 80 درهم 80 درهم حنا اليوم كنديروا 100 درهم وكنديروا 90 درهم والثالثه ما كنحسبوهاش كنعطيوها غراتويت بالمجان يعني خذي جوج ب 190 درهم وزيدك الثالثه اللي الاصل ديالها الثمن ديالها 80 درهم خذيها فابور وفيها اللوينات وها هما اللوينات وراه كاينه لا كونتيتي ديال بصح ماشي غير هذا الشيء اللي كاين كاينه لا كونتيتي قد ما بغيتو وشحال ما بغيتو راه غتلقاوه عنده فاذا مرحبا بكم والف مرحبا وندوزو معاكم الباليزات قبل ما غنجيو لهذه ديال العريصات اللي قلت لكم قبيله بغيت نوريكم الباليزات اللي فيهم واحد اللي هي هذه اللوينات ديالهم الشكل ديالهم فوالا شوفوا تبارك الله تحت الباليزات هذه الباليزه هذه اليوم غتلقايها اللي معروفه بالثمن تاعها 200 درهم ها انتم الالوان ديالها من 200 درهم من 200 درهم اليوم غتبقى لك هذه 139 درهم 139 درهم بدل من 200 درهم شوفوا تبارك الله فيهم كاليتي مزيانه هادو وانتي كاس بطبيعه الحال اللوينات اللي بغيتو كاينه لا كونتيتي الاخ حميد عنده ستوك كبير لداخل هنايا هزي قد ما بغيتي مرحبا بك كل وقت اللي جيتو غتلقاوها موجوده اذا هادو بالنسبه لهاد الباليزات نرجعو معاكم ديال العريصات فالباليزات ديال العريصات كاين واحد لونسومبل واعر اللي فيه خمسه ديال لي بياس هو هذا خي حميد ديال تركيا ما ننساوش لالا العروسه تاعها نعم ديك المره ما درنا لها والو نورمالمون هاد هاد لاكام هادي ديال العريس راه معروفه فيها 5 بياس صغيره ولا مويانه ولا كبيره جوج سيكان ديالها نعم هادي نورمالمون كدير 1600 درهم 32000 ريال 32 من 32000 ريال اليوم تبقى لك ما فيهاش هي كونتيتي كبيره يعني الحدقات اللي غادي يجوا كتبقى ب 900 درهم 18000 ريال ها انت الحديقه هاد ماشي غير هاد اللون كاين لوينات اخرين كاين لوينات اخرين ها هما هاد لاكولور هذا اللي كيكون في البيج فهذا اللي في البلون كافي والجوده عاليه ما تحتاجش هادي السلعه ديال تركيا وكاينه هاد لاكام حتى هي هادي هوت كام طالعه هادي حتى هي اونتيكا 100% وكاليتي فيها مزيانه وممكن تاخذوها بياس بياس الا بغيتو ممكن ناخذوها اونسومبل كاين هاد لا مويان نورمالمون سي حميد هادي في السوق شحال كدير هادي
هادي كنعرفوا هادي الكاليتي المزيانه. هادي اللي كدير 500. 500. المهم سي مو هاد الشيء كامل، هاد الهوت كام كامله فيها التخفيض ديال 30%. 30%. ها انتم 30% في هذا لونسومبل هذا اللي غادي تاخذوا. فاذا مرحبا بكم الف مرحبا فيها، منوينات كثار وشكال كثار. كيف ما قلت لكم فالمحل ديال حميد راه في اي حاجه، ماشي غير هذا الشيء، كاين العطور ديال العبار ها هما، عطور يعبر لك العبار اللي بغيتي والقريعه اللي بغيتي، كاين لي زاكسيسوار هنا في البلاكيور في الساعات الشكل والنوع اللي بغيتو، لي باك ديال لي بارفان، كاين السيكان ها انتم السيكان ديال لي ماركين الصغار، وكاين السيكان الكبار كذلك، كاينين البساطم، كاينين السيكان الكبار ديال الحويجات ديال الحمام ديال الصفا. اما بخصوص الماكياج فحديت ولا حرج، الشكل اللي تحيك في بالك ديال الماكياج ديال لي كريم راه غتلقاو هنايا عند الاخ حميد. العطور كذلك السي حميد، شوف تبارك الله راه كلشي داكشي مدكس وكبير. حاولوا اي حاجه عجبتكم وبغيتو تسولوا عليها سكانيوها، لي برودوي ديال الصالونات حتى هما سي حميد كلشي كاين، لي كراتين لي سوشوار، المهم لي برودوي اللي متعلقين بالحلاقه. مرحبا مرحبا بنات النساء والرجال، الصالونات ديال النساء والرجال. نعم الصبايغ حتى هما شوفوا تبارك الله شحال النواع هذو الشكال ديال الصبايغ راه هما كاينين تمايا كذلك. لي ديفريزاج لي شامبواسون سلفات صحاب الكيراتين، البريسات في الاشكال، مشاطي الضو، لي زيكخون طوطال ديال الشمس، يعني المحل متنوع واللي خصاتو شي حاجه مرحبا، ما كاين حتى مشكل اخويا معاذ. نعم اذا فاذا مرحبا بكم والف الف مرحبا. كيف ما شفتوا هذا هو المحل، العنوان ديالو راه واضح وباين. نتمنى الحلقه ديال اليوم تعجبكم، نتمنى انكم تستافدوا من العروض اللي كاينه اليوم، لانه الصراحه شوف راه ما وريناكم حتى 0.001 من هذا الشيء اللي كاين كله في هذا المحل، ولا اثمنه راه مناسبه في هذا الشيء كامل اللي كتشوفوا، سواء في لي مارك سواء في العادي، راه غتلقاو الفرق كبير ما بين الثمن اللي عند الاخ حميد وما بين الثمن اللي في السوق. خليناكم على خير سي حميد، شكرا جزيلا، والله يسلمك. والناس نقولها في الفيديو اللي فات والله الا لي كومونتير ديما تشكروك بزاف، وقالوا مشينا وقدينا غير عنده ثمن زوين، نتمنوا حتى نتوما لحد قالت لي ما جاوش، لحد قالت لي جاو انا عارف غادي ترجعوا، ولكن خليوا حق الناس اللي ما استفدوش المره اللي فاتت. ياك سيدي حميد داكشي اللي كاين، بارك الله عليكم الله يسلمكم. نحاولوا نوازنوا ما بين الكليانت، كلشي غيمشي ان شاء الله بخاطره والحمد لله ان شاء الله. خليناكم على خير، السلام عليكم. معكم.